بص يا سيدي، انا ماليش في الاغاني اللي هي الراب والاغاني اللي هي ادس ادس، انا ماليش في الكلام ده كله. انا راجل طلعت على هاني شاكر امير الغناء العربي. هاني شاكر يكفي انك تقول هاني شاكر، خلاص امير الغناء العربي، تربينا عليه وعلى صوته، تربينا على الهضبة عمرو دياب، الكينج منير، محمد محي الله يرحمه، عامر منيب، يعني فنانين كبار يعني. ولكن بصيت لقيت لك امبارح في حفلة بتاعت واحد اسمه ويجز. ماله ويجز؟ مالنا مالك كورة ومال ويجز؟ اهدى بالله علي، اهدى بالله علي. ويجز ده بقى انا معرفش اصلا مين ويجز ده. انا كنت الاول بحسبه كيس فشار، بحسبه كيس شيبسي، انما لقيت بيقولك ده مطرب. مطرب مين ويجز ده؟ المهم انا ماليش دعوة بويجز وما ويجزش والكلام اللي هو اللي. لقيت لك بقى ايه بقى؟ لقيت لك ان ويجز ده ويجز، ويجز عادي حضر له في الحفلة 40,000 متفرج. ايه؟ اه والله 40,000 متفرج. ده انا لما الناس بتعمل لي 200 لايك ببقى محدش عارف يكلمني. ده 40,000 متفرج حاضر له الحفلة. اه برضه احنا مالنا يا عم محمد، احنا مالنا، احنا مالنا يا عم انكل محمد. هقول لك احنا مالنا دلوقتي. ويجز، ويجز مش عارف تضحكوا عليه، بس ويجز حضر له 40,000 متفرج، وماتشات الكوره 3,000 متفرج. واذا كان عاجبك 3,000 متفرج، واذا كان عاجبك يا ولد، ولو ايه اخليهم لك 2,000. يعني ماتشات الكوره اللي هي الحاجه الاساسيه عند الشعب المصري 3,000 متفرج او مشجع، وويجز يروح ل 40,000. ويجز يروح ل 40,000. الاهلي مش عارف يدخل الاسماعيليه عشان تعليمات امنيه في الاسماعيليه، ومش ويقول لك تعليمات امنيه، واصلا ما فيش تعليمات امنيه. الكلام ده غير صحيح. هم طبعا عامر حسين بيقعد بيقول لك تعليمات امنيه، ما فيش تعليمات امنيه. ويجز يتأمل له 40,000 متفرج، والأهلي مش عارف يدخل إسماعيلية 90 دقيقة، بندخل 3,000. فالموضوع أنا شفت امبارح ويجز ده 40,000، دماغي راحت في الكورة وقلت يا لا حول ولا قوة إلا بالله. حاجة يعني أقسم بالله العظيم، حاجة يعني غريبة يعني. فعاوزين نبقى أخدكم ونروح حفلة الويجز ده، واجيب بنطلون جينز واروح ماسك المقص مقطعه عشان ابقى واد هيبس زي ما بيقولوا كده، واروح اتفرج على حفله ويجز ده، ونقعد بقى نعمل كده بقى، ونقعد نعمل الايه شويه اللي هم البلدي دول. طيب ايه تاني عاوزين نتكلم فيه يا رجاله؟ بص بقى يا سيدي، بص بقى يا محترم، انا قلت لك من يومين وانفرضت لك انفراد مش فاكر والله حد قال ولا لا، قلت لك ان البريد المصري جاي على راعي للاهلي قريب. البريد المصري جاي هيكون راعي، يا اما على الشورت، على التيشيرت، على القفا، على اي حاجه هيجي البريد المصري راعي. مالي يا عم محمد الكلام ده؟ ومال اللي احنا بنتكلم فيه؟ في 7 رعاة اليومين الجايين جايين للاهلي. 7 رعاة؟ اه في 7 رعاة هيجوا على التيشيرت وعلى الشورت. حلو يا عم محمد. تم حسم التعاقد مع 4 رعاة منهم، يعني 4 رعاة مضوا العقد. اه على البوكسر. فأربع رعاة مضوا العقد. وفي 3 رعاة لسه في مرحلة التفاوض. لسه في مرحلة التفاوض. طب والزمالك؟ مالناش دعوة يا موهي. الزمالك ده مش نادي مصري. الزمالك ده تبع ويجز. مش تبع اللي ما ويجزش. الزمالك ده نادي مش مصري. الزمالك ده نادي مش مصري. مش انا بقول لكم موضوع الرعاة وموضوع الرعاية؟ ما هو انا لسان اهلي ده عارف بلاوي، ولكن مش قادر اتكلم، لان اصلا موضوع الرعاة ده شغلي. يعني انا ممكن تشوفني اعلامي فاشل رغم ان انا مش اعلامي، ممكن تشوفني اعلامي فاشل اوكي، تشوفني زملكاوي فاشل اوكي، تشوفني متعصب اوكي،
تشوفني زي ما تشوفني، انما اوعى تشك ان انا بقالي 20 سنه شغال في الاعلانات. فانا عارف بلاوي، انا عارف بلاوي. فان سبع رعاه يجوا الاهلي بالسهوله دي ونادي الزمالك يشقى على راعي، انا مش عاوز اتكلم. انتوا عارف، مش انتوا عارفين، مش انتوا عارفين، مش انتوا وصل لكم المعلومه، انا مش هتكلم. ولكن في سبع رعاه قريب، سبحان الله، مغناطيسي اخي الاهلي ده، مغناطيسي الاهلي ده، رغم انه ما بيدخلش اسماعيليه، يعني الشعب الاسماعيلي مش هيشوف الاعلانات على التيشيرت بتاع الاهلي، الشعب البورسعيدي مش هيشوف الاعلانات، الشعب السويسي هنا مش هيشوفه. سبحان الله، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بص بقى، فريرة جه على الحتة اللي بتوجعني، فريرة جه على الحتة اللي بتوجعني. فريرة النهاردة قال تصريح أنا شايفه تصريح مهم، والراجل مركز على إيه. فريرة النهاردة بيقول لك إيه؟ بيقول لك الزمالك لم يفوز بدوري أبطال أفريقيا منذ 20 عاما، واعتقد انه سيكون من الرائع العمل على تحقيق هذه البطولة القوية. والله يا عم فريرة لو خدتنا بطولة افريقيا، الصورة اللي ورايا دي هكبرها لك واحطها لك قد كده، واحطها بقى في الاوضة وفي الريسبشن وفي الاسانسير وعلى السلم، احط صورتك يا عم فريرة في كل مكان. بس انت هات لنا بطولة افريقيا، فانا شايف ان ده تصريح مهم جدا جدا من البروفيسير. بص بقى يا سيدي، بص بقى يا سيدي، انت عارف ان انا الحمد لله يعني 50%، مش هقول 90% من الكلام اللي انا بقوله انت بتشوفه بيحصل. يعني في انتقالات يناير عندنا صفقة تبادلية ما بين الزمالك والاتحاد السكندري، اعتبر الصفقة دي خلصت يا عم، ده احنا لسه في نوفمبر، اعتبر الصفقة دي خلصت. خلصت في شهر يناير هيكون في صفقة ضخمة ما بين الزمالك والاتحاد السكندري. ايه هي الصفقة دي؟ بصوا، اول ما قلت لهم اللي بيكره الاهلي يعمل لايك، 244 لايك. طب اللي بيكره الاهلي اكتر يعمل لايك، هيبقوا 5000 دلوقتي. بص بقى يا سيدي، اوباما وممكن مش اكيد يعني محمد عبد السلام، ماشي، ممكن يكونوا ضمن صفقه تبادليه ما بين الزمالك والاتحاد، اوباما ومحمد عبد السلام، وممكن يكون في فلوس وممكن يكون في لعيب ثالث مقابل مروان عطيه. مروان عطيه اعتبره في يناير لاعبا في نادي الزمالك، وفي اتفاق رسمي ما بين المستشار مرتضى منصور والاستاذ محمد مصلحي، والاستاذ محمد مصلحي طلع قال مروان عطيه مش هبيعه لحد غير لنادي الزمالك، وده اتفاق مني بذلك. والاستاذ محمد مصلحي راجل كلمته واحده، يعني ما عندوش كلمتين، الاستاذ محمد مصلحي كلمته واحده. ففي شهر يناير اعتبر ان انت مروان عطيه ده لاعبا في نادي الزمالك. خد الكلام ده وخلي بالك منه عشان اكون هرجع افكرك بيه تاني الكلام ده، وهيكون حج عليك. الشهر اللي جاي هتبص هتلاقي ناس بتقول لك ايه، مروان عطيه يقترب من الاهلي، مروان عطيه في الاهلي، الاهلي يقتنص مروان عطيه. كل الكلام ده كنافه بالمانجا، كل الكلام ده كنافة بالمانجا. ليه كنافة بالمانجا؟ لاني انا لسه قايل لك ايه، الاستاذ محمد مصلحي طلع على شاشات التلفزيون وقال لك مروان عطية في نادي الزمالك، نادي الزمالك ليه الاولوية في مروان عطية، ومش هدي لحد غير لنادي الزمالك، ونادي الزمالك عاوز مروان عطية، وفريرة عاوز مروان عطية. فمروان عطية في يناير ان شاء الله بإذن الله لاعبا في نادي الزمالك، والمقربين من مروان عطية بيؤكدوا هذه المعلومة، ان اللعيب جاي في يناير، لعيب ممتاز في منتخب مصر دلوقتي، وانا وفريرة عاوزه، ومدام فريرة عاوزه مات الكلام. طيب في المقابل اوباما، اوباما بنسبة كبيرة ممكن يروح الاتحاد اعارة،
ولكن اوباما هيكون العائق امام اوباما انه يروح اعاره للاتحاد السكندري هو الراتب بتاع اوباما، لان اوباما بياخد راتب كبير مع نادي الزمالك، اعتقد 12 مليون جنيه حاجه قريبه من الرقم ده. ولكن اوباما لو راح الاتحاد مش هياخد ال 12 مليون، لا صعب. اوباما لو راح الاتحاد يعني ياخد له 6 مليون، ياخد له 7 مليون، انما مش هياخد 12 مليون. فده العائق اللي امام اوباما. ولكن لو انت بقى بتحب اوباما وبتنصح اوباما، هتنصح اوباما في ايه؟ هتنصح اوباما اني العب اساسي في الاتحاد السكندري، وكتر اللعب اساسي هيرجع لك مستواك، واول ما مستواك يرجع يا عم تعالى نادي الزمالك، انت كابتن من كباتن نادي الزمالك. ولكن حتة ان اوباما قاعد على الدكة بيفقد كتير من مستواه، انما لما يروح الاتحاد ويلعب اساسي ويشارك ويلعب في الدوري ويلعب ضد الزمالك والاهلي والاسماعيلي وبيراميدز ويلعب ورجله تبقى في الملعب، اعتقد اوباما مستواه هيتغير بشكل يعني 180 درجة. فاتمنى، يمكن اهم من مروان عطية كمان، اوباما لازم اوباما يطلع بره الزمالك، عشان اوباما لو طلع بره الزمالك اعتقد ان اوباما هيرجع افضل من الاول بكتير. فالصفقه دي خلي بالكم منها، عشان يعني ممكن تكون دي الصفقه الوحيده اللي الزمالك يعملها في يناير.